قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة كما تعودنا يا أحبابي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وسلمكم الله وجميع أسركم من كل مكروه وسوء ووباء. معادنا النهاردة إن شاء الله مع حل الامتحان السادس نهائي من كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات الترم الثاني. يلا افتحوا معايا الكتاب، تحديدا صفحة 115، وجنبكم كما اعتادنا سكتش الملاحظات. بس في الأول نقول بسم الله ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول choose a correct answer number 1 بتقول the fire was caused، يعني الحريق وقع، as أو حدث أو تم التسبب فيه، زي ما احنا بنقول as the young man the socket، كلنا عارفين كلمة socket بمعنى تمام الفيشة أو قابس الكهرباء، for long hours لساعات طويلة. يبقى لان الشاب زود الحمل عليه لساعات طويلة يبقى هناخد الverb overload، برافو عليكم، بمعنى يزيد الحمل. طب unload بمعنى يفرغ حمولة. طب uploaded بمعنى يرفع حاجة على الانترنت. طب download بمعنى يحمل حاجة من على الانترنت. number 2 we insist that، نحن نصر ان، الله الله، insist بمعنى يصر، نحن نصر ان مصر ايجيبت should win the against illiteracy، ستفوز بالحرب او بالمعركة ضد الامية، illiteracy يعني الامية، and poverty الفقر. حلو قوي قوي. طبعا dispute بمعنى النزاع مش هتمشي معانا، كلمة capture بمعنى الاسر او يأسر مش هتمشي معانا. اتفضل عندي battle وعندي war، هناخد مين يا مستر محمود؟ انا هاخد بادل. ليه يا مستر؟ لاني في حرف الجر against بمعنى ضد، تمام، لكن وار كنا هنلاقي حرف الجر اون، وصلت يا شطار، يبقى بادل وور يمشوا معنا. طب احنا هناخد مين، بادل ولا وور؟ لا، لوجود حرف الجر against ناخد مين يا حبايبي؟ بادل افضل، لكن وار يفضل استخدام حرف الجر اون. يعني لو لقينا on illiteracy and poverty كنا قلنا ايه؟ poverty، كنا قلنا the war on illiteracy and poverty، لكن طالما الجنست موجود هناخد بادل. طب ايه الفرق في المعنى بين بادل وور؟ بادل بمعنى معركة وهي جزء من الحرب، لكن وور الحرب ككل. ففي فرق، مول احنا فزنا النهاردة بمعركة، لكن ممكن الجيش جيش ضد جيش يفوز بمعركة، تمام، لكن الجيش التاني يفوز بالحرب كلها. فالباتل المعركة هي جزء من الحرب، لكن الحرب اشمل واعم. وصل حبايبي؟ عشان كده نقول ايه، دايما عندنا مثل في اللغة الانجليزية يقول we won the battle but lose the war، يعني احنا فزنا بمعركة ولكن خسرنا الحرب ككل. وصلت حبايبي؟ تمام. يلا بينا number 3. The man took his son to a special hospital. وركز معايا يا عم الحاج، انت هو فوق كده، رجعت لكم تاني اهو. The man took his son، الراجل خد ابنه to a special hospital، يعني مستشفى ايه؟ خاص. Because he is to drugs. الله، drugs يعني ايه؟ يعني المخدرات او العقاقير او الادوية، لانه مدمن على المخدرات. خد بالك حرف الجر to، يبقى هناخد مين؟ attained to. لا يا مستر، ده الفعل attain، برافو عليكم، سامعكم، بمعنى انجز، بمعنى ينجز او انجز. طب attacked، لا يا مستر، ده بمعنى يهاجم. امال addicted، برافو عليكم، addicted to بمعنى مدمن، مدمن، جايه منها كلمه addiction يعني الادمان. طب apply، لا ده apply بمعنى يقدم طلبا، وبيجي بعدها حرف الجر for مع الوظائف، apply for a job. يبقى الاجابه الصح addicted to، تمام، المعنى محتاج مدمن لي. يلا بينا number 4. although our team، بالرغم من الفريق بتاعنا، اصحى صحصح فوق يا عم انت وهو، فقولي كده يلا، تمام. although our team were the other team in the second half، بالرغم من فريقنا اضعف الفريق التاني او هزم الفريق التاني في الشوط التاني، we couldn't win the match، لم نستطع الفوز بالمباراة. دايما مع الفوز ناخد
ها وور وبعدها مين يا شطار؟ برافو عليكم. وور داون مين يا حبايبي؟ وور داون بمعنى يهزم. وصلت؟ تمام التمام. امال يا مستر وور اوف؟ لا ده معناها يزول اثره تمام بمرور الوقت، ودي تيجي مع الادويه قلناها والله العظيم يا جدعان، قلنا الكلام ده يا شطار. وصلت ولا ايه يا باشا؟ تمام حلو قوي يا شطار. طب وور اواي كنا واخدينها مع بعض برضو. وور اواي بمعنى ها يتلف من كثرة استخدامه. خلاص شطار كده، يتلف من كثرة الاستخدام. وصلت ولا ايه؟ تعبيرات الفعل وير مهمة جدا جدا جدا. يلا حبايبي نقول معاني الفعل وير اللي تصريفاته وير وور وورن مع حروف الجر. حلو، كل حرف جر مع الفعل وير ليه معنى مختلف. قلنا وور او وير داون بمعنى ينهك او يهزم زي ما قلنا من شوية. طب يا مستر الفعل وير او وور اوف بمعنى يختفي اثره او يزول بالتدريج، تيجي دايما مع الادويه. وسط شطار الميديسنز. طيب امال يا مستر وير او وور او وورن اون؟ ده فعل بمعنى يمر ببطء اما لاقي وقت. امال الوقت بمر ببطء كده ليه؟ طب يا مستر الفعل وير اوي او وور اوي او وورن اوي بمعنى يتآكل او يبلى من كثرة استخدامه. قلتهم كلهم، عايز طبعا تكتبهم كلهم، عيد الفيديو كبير واكتبهم تاني. يلا بينا نمبر 5، نروح لرقم 5. بسم الله، بس صلوا الاول على سيدكم النبي وصلى الله عليه وسلم. يقول the great thoughts of education should be preparing students for the future. الهدف العظيم من التعليم يجب ان يكون هو اعداد الطلاب للمستقبل. الله، يا ترى end the end of education، the great end of education، ولا the great start of education، ولا the great shape of education، ولا the great aim of education؟ ايه رايكم شطار هناخد مين؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الغايه العظمى او الهدف الاعظم من التعليم يجب ان يكون اعداد الطلاب. اعداد الطلاب لمين؟ يبقى هناخد كلمة طبعا the aim of. يعني aim of يا شطار حبيبي؟ اقول مستر aim of بمعنى هدف. ممتازين يا شطار. يبقى الاجابة هتبقى the great aim of education، يعني الهدف العظيم من التعليم يجب ان يكون هو اعداد التلاميذ او الطلاب لمين؟ للمستقبل. وصلت ولا اقول كمان مرة؟ لا الكلام سهل وبسيط يا مستر. طيب يقول لي بقى نمبر 6، the American president يعني الرئيس الامريكي is by to other candidates in the elections. حلوة قوي قوي. يعارضه اتنين من المرشحين الاخرين، candidate بمعنى مرشح لوظيفة او مرشح مثلا في انتخابات. وطبعا كلام كلمة election، elections بمعنى انتخابات، اللي الفيرب منها elect بمعنى بمعنى ينتخب. برافو عليكم، تمام يا شطار. يلا بينا عايزين كلمة بقى معارض او معارض. طبعا الاجابة هتبقى مين؟ برافو عليكم، oppose جاية منها كلمة opposing team، يعني opposing team الفريق المنافس او المعارض، و oppose فعل بمعنى يعارض. حلو قوي قوي. و opposition بمعنى معارضة تمام او اعتراض. طب الافعال التانية معناها يا مستر محمود؟ حاضر، من عنا الاتنين. يقول الفعل سبوز، وما تضربوش بوز كده، سبوز بمعنى يفترض. يبقى الفعل سبوز بمعنى ايه؟ الله ينور عليكم، فعل سبوز يا مستر بمعنى يفترض. طيب والفعل بروبوز، الفعل مين يا شطار؟ بروبوز بمعنى يقترح تمام، شو عامله زي سجست. طب الفعل امبوز، امبوز ما تضربوش بوز، كلهم بوز النهارده. امبوز بمعنى يفرض او فرض. اقول لك احنا نفرض قوانين جديده، وي ماست امبوز نيو لوز، يعني يجب ان نفرض او لابد ان نفرض قوانين جديده. مركزين معايا؟ مركزين، كله فوق معايا تمام. يلا بينا طبعا لازم احيي كل الناس اللي نورت القناه بالاشتراك وقال لهم نورتونا وزدتوا القناه نورا، ونرجوكم او ندعوكم لدعم القناه يا شطار. يلا بينا نمبر 7، the science teacher told the class that ice، يعني مدرس العلوم اخبر الفصل ان الثلج on water. الله الله الله، خد بالك واحد يقول له مستر الفعل told يبقى فعل القول ماضي، فنختار ماضي. اقول له لا يا حبيبي احنا هنا فعل القول ماضي بس هناخد مضارع بسيط، لان الجمله هنا يا حبايب قلبي برافو عليكم سامعكم، برافو، اكسبريس ذا فاكتس، يعني تعبر عن حقيقه. الله ينور عليكم يا شطار. يبقى حتى ولو كان الفعل فعل القول ماضي
فإننا نختار مضارع بسيط إذا عبرت الجملة عن حقيقة، ودي من الشواذ. وصلت ولا إيه؟ تمام التمام. مهم أوي الجملة دي ناخد بالنا منها. يبقى فعل القول ماضي ولكن الجملة تعبر عن حقيقة ثابتة، يبقى على طول مضارع ها بسيط. زمن الحقائق لا يتغير، دايما مضارع بسيط. نمبر 8، we don't for her ring for 2 hours. هي قعدت تبحث على الخاتم بتاعها لمدة كام؟ ساعتين. فور مدة زمنية. and then we found it in the bathroom. ثم بعد ذلك وجدناه في الحمام. حلو قوي الكلام، سهل وبسيط جدا. عندك فور مدة زمنية، يعني حدث طويل استمر الفترة كحدث أول ثم تبعه حدث ثاني في الماضي البسيط، يبقى أنت محتاج لزمن الماضي التام المستمر. يبقى هناخد مين يا شطار؟ had been looking. had been looking. وصلت؟ تمام التمام. يبقى فعل استمر لفترة في الماضي كحدث أول ثم تبعه حدث ثاني. وصلت ولا إيه؟ تمام التمام. نمبر 9، we can't watch the play tonight. الله، لن نستطيع أو لا نستطيع مشاهدة المسرحية. بلاي هنا بمعنى مسرحية، الليلة. حلو، يبقى في حاجة مش هقدر أعملها، لأن في نفس اللحظة هكون بعمل حاجة تانية. وسط يا باشا، يبقى ده زمن مين ده؟ زمن المستقبل المستمر. هنختار will be verb ing ليا مستر. وانا قلتها كتير، قلت اذا منعك استمرارك في فعل شيء في المستقبل من فعل شيء اخر فاختار زمن المستقبل المستمر اللي بيتكون من will او may be verb ing. وده موجود في الجملة هنا. ازاي مستر محمود؟ يلا نشرحها مع بعض يا حبيبي، عايز الناس فاهمة مش حافظة. طيب، احنا استمرارنا في مشاهدة المباراة الساعة 10، تمام، 10 بالليل، سيجعلنا لا نستطيع مشاهدة المسرحية الليلة، صح ولا ايه؟ بنستخدم زمن المستقبل المستمر. استمراريتي في عمل شيء في المستقبل منعتني من فعل شيء اخر في نفس الوقت في المستقبل. نمبر 10، بس سمعني الصلاة على النبي، قولوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اقرا كده الجملة معايا وحش واديني الاجابة. الناس اللي حلها ده كان واجب عليكم. تمام، بيقولي how does your visit to the zoo. حلو، احنا محتاجين هنا الايه؟ الفعل مساعد او ناقص. حلو قوي شطار، تمام، وفاعل ثم فعل، لان ده سؤال ومحطوط بين قوسين، يعني الكلام ده مباشر لسه ما تحولش غير مباشر. حلو، عايزين نحوله غير مباشر بقى. طيب، she asked me how I had found. والله كده اتحلت. انت عندك بعد ما حول الجملة استخدم زمن ايه؟ الماضي التام. حلو قوي، الماضي التام في المباشر اللي هو بين قوسين كان اصله ايه؟ اصله ماضي بسيط. يبقى هناخد مين؟ did you find. كلام سهل وبسيط جدا. حلو قوي قوي. يبقى جملة المباشر اللي هي she asked me how I had found my visit to the zoo في زمن الماضي مين؟ الماضي التام. حلو، يبقى كان اصله ايه في المباشر اللي هو بين قوسين؟ كان اصله ماضي بسيط. احنا عارفين الماضي البسيط يحول لماضي تام. طب ماضي بسيط في السؤال did فاعل، فعل في المصدر، فهناخد did you find. وصلت يا حبايبي؟ والعكس صحيح، يعني لو لقينا في المباشر did you find، يبقى في المباشر هنخليها had، فاعل had والتصريف الثالث اللي هو زمن الماضي التام. وصلت ولا ايه؟ وصلت يا مستر. طيب، نمبر 11، the government is keen. حلو قوي، ما تتسرعش الناس اول ما تشوف، يعني بص ما تشوف كده كلمه keen. حلو، يقول لك keen on. حلو ماشي، ما هي keen on بمعنى حريص على. امتى؟ لو بعد النقط في اسم او فيرب اي ان جي. هل هنا في اسم او فيرب اي ان جي ولا هنا في فعل في المصدر؟ لا يا مستر محمود، ده هنا في فعل في المصدر، يبقى انا محتاج ل keen to الفعل في المصدر. يبقى تتبع keen بمعنى حريص بأن لو لقينا بعد النقط بتاعتنا اسم او فيرب اي ان جي، ولكن كين تتبع بتو لو كان بعد النقط فعل في المصدر بدون اي اضافات. يلا الجمله رقم 12 يا حبايبي، يلا بينا. صحصح معايا محمد، يا احمد، يا اسراء، يا سما، يا ايات، يا ايه، يا سلمى، يا اسماء، يا دكتوره اسماء، يا سيد، يا عبد الرحمن، كل الناس الجميله دي، يا عبد الله، نجوم القناه يا شباب. أو عذر لما قلتش كل الأسماء، بس يعني بحاول إيه دايما هتلاقوني بذكر الناس الأكثر تعليقا والأكثر تفاعلا والناس اللي بتدعم القناة بجد، ربنا يبارك لهم. if I owned a lonely island. الله، حضرتك كام من if؟ أدي if أهي، جه بعدها تصريف ثاني، يبقى احنا في الحالة الكام؟ أيوة سامعكم، يبقى في الحالة الثانية. ما ترد عليا يا عم، أنا عايز أسمع صوتك وسمع الجيران كمان، مفيش مشكلة عندك. يبقى فاعل بعد كده ماضي بسيط بعد اف، يبقى في الحاله الثانيه. طيب، اف ماضي بسيط، يبقى جواب الشرط مين؟ وضو المصدر. يبقى هناخد مين؟ وود بيلت.
وتستخدم الحالة الثانية من اف. هتقول لك ده مش علينا، لا عليك يا حبيبي، ده تراكمي خلاص. ايوه عليك في ثالثة برضه، تمام، مش اول مرة تدرس حالات اف. يبقى اف ماضي بسيط وضوء المصدر للتعبير عن عن ايه؟ افتراض عكس الواقع او التمني. الراجل بيقول ايه؟ لو انا امتلك في الحاضر جزيرة مهجورة، تمام يا شطار، جزيرة معلهاش حد، يعني جزيرة وحيدة معلهاش حد، انا كنت بنيت منزل ضخم على البحر او بجوار البحر. باي ذا بيتش هنا بمعنى بجوار، وسط حبايبي بتساوي كلمة نير باي او نير او نيكست تو. حلو قوي قوي. يبقى ده اسمه افتراض عكس الواقع. هو بيفترض عكس الواقع. انا هنا معناه ايه؟ معناه هو لا يملك، معنى الجملة دي هو انا لا املك جزيرة، فبالتالي مش حابني بيت ضخم. لو انا بقى ملكت جزيرة في يوم من الايام حابني كذا وكذا، ده اسمه التمني او افتراض عكس الموجود او الواقع، وده استخدام الحالة الثانية من اف. وشرحت حالات اف بالتفصيل الممل في الشرح في شرح الوحدات، ادخل على قائمة شرح ومراجعة الصف الثاني السنة، هتلاقي فيها كل الفيديوهات من الاقدم الى الاحدث، هتستفيد جدا ان شاء الله. طيب نمبر 13، if a student breaks a school rule، يعني break a school rule معناها كسر القواعد المدرسية، لو طالب كسر قاعدة من القواعد المدرسية تمام لم يحترمها، يعني he or she not stay at school to meet the principal. من البرنسبل؟ المدير او الشخص المسؤول. كلمة principal يا حبايبي بمعنى المدير او الشخص المسؤول، تمام. يبقى لو طالب كسر قاعدة او قانون في المدرسة، هو يا ترى needn't، ليس من الضروري ان يقابل المدير او المسؤول عن المدرسة، ولا ضروري يقابل؟ طبعا الاجابة ضروري، ده هنا ضروري، يبقى هناخد has to لان الفعل هنا مفرد، يبقى هو من الضروري تمام ان يبقى في المدرسة حتى يقابل المسؤول عن المدرسة او مدير المدرسة. can't ما تنفعش، doesn't need to ما تنفعش، عند needn't و doesn't need to الاثنين يعبران عن عدم الضرورة، وكانت عن عدم الاستطاعة، ما يمشوش. اللي ماشي مع المعنى وماشي جرامر هو has to to express necessity للتعبير عن الضرورة. مركزين معايا اولادي ولا ايه؟ مركزين يا مستر؟ خش على number 14. don't vegetarians، يعني vegetarians يعني vegetarians يعني شخص نباتي لكونهم نباتيين. في ناس كده يا جماعه ما بياكلوش لحوم فبنقول عليهم نباتيين، زي dont eat meat هم لا ياكلون اللحوم. حلو قوي قوي يا باشا. هناخد مين؟ هناخد being. اسمها ايه being ديت؟ اسمه اسم فاعل. اسمه يا جماعه اسم فاعل. انتوا عارفين being كان اصلها ايه او اصل الجمله كان ايه؟ اكتب عندك في الملاحظات، مش شايفك بتكتب، مكسل ليه؟ مكسل ليه يا؟ اكتب معايا. كان اصل الجمله because they are because they are، يعني النقط دي كان فيها because they are because they are because they are، لانهم يكونوا نباتيين. ممكن اشيل because وبعدها فاعل وفعل واحط بدلهم being بمعنى لكونهم، وده اسمه اسم فاعل. واحنا قلنا اسم الفاعل اللي هو الفيرب ing او gerund يجي في اول الجمله كبديل لي لمين؟ برافو، لرابط ثم فاعل ثم فاعل على حسب معنى الجملة. وصلت؟ اظن رشقت، مش وصلت بس. يلا بينا ننقل للسؤال رقم 15 في صفحة 116 تحديدا. بيقول لي ايه؟ number 15، she refused not that she had made a mistake. الله، هي رفضت ان تعترف انها ارتكبت خطأ. كنت عارفت طبعا mistake خطأ بيجي معاها مين يا شطار؟ ميستيك يجي معاها ميك ميستيك، وفي الماضي تبقى ميدا ميستيك. حلو قوي قوي. الفعل ريفيوز بيجي بعديه مين؟ بيجي بعديه فيرب ان جي مباشره، ولا يجي بعديه تو المصدر؟ لا تو المصدر، ريفيوز تو المصدر. يبقى شي ريفيوزد تو ادميت ذات شي هاد، تمام، ادميت يعني يعترف، شي هاد ميدا ميستيك، هي رفضت ان تعترف انها ارتكبت خطا. وصلت ليه؟ وصلت يا مستر. يبقى ريفيوز من الافعال التي تتبع بتو الفعل فين؟ في المصدر. وصلت؟ تمام التمام. نمبر 16 بيقول لي ايه؟ is this your brother's bike is this your brother's bike، هل دي الدراجة اخوك؟ حلو قوي قوي. فقال له نو اتس، الله، اتس ماين، انها ملكي. ماين دي ايه؟ بنصنفها ايه او نوعها ايه من الضمائر؟ يقول لك ماين هو ضمير ملكية يعبر عن الملكية، ويأتي في نهاية الجملة غير مدبوع بشيء.
بيجي في اخر الجمله، مفيش بعديه حاجه، انا بعديه فول ستوب. وصلت الشطار ولا ايه؟ تمام التمام. وانتظروا حلقه قويه جدا 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 عن الضمائر عشان تتقنوها. انا عارف ان هي مشكله عند ناس كتير، اللي تفرق بين انواع الضمائر، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وصفات الملكيه وضمائر الملكيه والضمائر المنعكسه. وعد مني حلقه قويه جدا ان شاء الله لشرح انواع الضمائر بالتفصيل. يلا تاني، Is this your brother's bike؟ هل دي درجة أخوك؟ لا، ده ملكي، يبقى no it's mine. برافو عليكم. قلنا ضمائر الملكية تعبر عن الملكية وتأتي في آخر الجملة بعدها فول ستوب، أو تأتي بعدها فعل. بعدها مين؟ بعدها فعل. وصلت ولا لا؟ يبقى ضمائر الملكية لها مكانين في الجملة، إما تيجي في آخر الجملة وإما تيجي في نص الكلام أو في أوله ولكن بعدها فعل. إزاي يا مستر؟ إديني مثال على حتة بعدها فعل كده. خلاص؟ واحد يقول لك شايف شايف العربية بتاعتي؟ لا قبل ولا بعد يا باشا. تقول له يا عم الحاج أنت ما شفتش عربيتي ولا إيه؟ ماين إز بيتر. يعني إيه ماين إز بيتر؟ يعني اللي ملكي أحسن من بتاعتك، أفضل من بتاعتك. يبقى ضمائر الملكية إما في نهاية الجملة زي الجملة دي، وإما في نص الجملة أو أولها، بس مطبوعة بفعل مش باسم. مطبوعة بإيه؟ بفعل مش باسم. مطبوعة بإيه؟ أقول تاني، بفعل مش باسم. الله ينور. يلا بينا ننتقل لحل سؤال القطع. وسط الشطار، تمام التمام، بسم الله، تمام. وتتكلم عن الطرق، تمام، اللي استخدمها الصينيين وبعض الاطباء في علاج الامراض. تعال نشوف كده وحد الاجابه مباشره، يلا عشان حضرتك تراجع معايا القطعه، والقطعه ما تسيبهاش، لازم تحلها على 10 درجات. يا جماعه تتساب ازاي؟ يا جماعه بعد اذن حضراتكم اهتموا بالقطعه وحلوها. انا بحل معاكم اسئله تشوز اللي هي اصعب ما في القطعه، وتشوز اللي بلخبط الناس، الباقي سهل بتطلعه من القطعه مباشر، او ديو سينك فتدي اجابه منطقيه فبتاخد الدرجه. يلا بينا. Doctors in China، الاطباء في الصين تبعا للايه؟ للقطعه. Have been using a cubing chair. يعني يا جماعه كابك كلمه cubing chair؟ كلمه cubing chair يعني الابر الصينيه او العلاج بالابر. كلمه cubing chair يعني يا جماعه cubing chair يعني العلاج بالابر الصينيه. تمام. In operations for لمده كام؟ اما تعد فوق يا باشا هتعرف ان هم 70 سنه، يبقى 70 years. لمده كام يا حبايبي بعد اذن حضراتكم؟ 70 years. نقول تاني؟ مفيش مشكله خالص يا مستر. وصلت؟ تمام التمام. وعرفنا كلمه a cabin chair يعني ايه شطار؟ a cabin chair يعني العلاج باستخدام الابر الصينيه، الابر، استخدام الابر في العلاج. طيب اندروفين دي ماده كيميائيه بيفرزها الجسم، يا ترى increases the feeling of pain، بتزود الشعور بالألم، ولا بتنمي الشعور بالألم، ولا expands بتوسع الشعور بالألم؟ طبعا expands و grows و increase كلهم نفس المعنى تقريبا. هي حتى تبع القطع هناخد مين؟ decreases، يعني decrease بتقلل الشعور بالألم. وطبعا استبعاد مهم جدا جدا يا شطار اما حل سؤال. ليه؟ اما تلاقي ثلاث اختيارات يدوا نفس المعنى، اما تلاقي ثلاث اختيارات يدوا نفس المعنى، سعادتك على طول سعادتك على طول تحذف اللي لهم نفس المعنى وتختار المختلف حتى لو مش عارف معنى المختلف ايه. وصلت؟ انا بقول لك اهو. The word كلمة ايه is the beast synonym. يعني كلمة synonym يعني مرادف to the word awake. awake بمعنى مستيقظ مستيقظ او واعي. طبعا يا ترى unfamiliar غير معروف او غير معتاد، ولا ignorant جاهل، ولا unaware غير واعي، بس غير واعي بمين؟ بمشكلات المجتمع، غير واعي باللي بيحصل حواليه، بس ايه؟ مش كمغمى عليه. وصلت ولا شطار؟ لا تمام. ده عدم وعي مثلا بمشكله او بخطوره موقف. لكن كلمه بقى conscious، كلمه conscious 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 هي ديت بمعنى واعي. يبقى كلمه awake مستيقظ او واعي هي يا كلمة conscious. وصلت يا جماعة؟ العكسها unconscious بمعنى فقد للوعي، بتساوي كلمة faint أو fainted يعني فقد وعيه أو مغمى عليه. يبقى الإجابة الصح هي مين؟ awake هي مرادف synonym لكلمة مين يا شطار؟ synonym لكلمة conscious. وصلت؟ تمام. Number 20 according to the passage، طبقا للقطع، which one of the following مين من العبارات أو الجمل دي is not true ليس حقيقي، مش حقيقي. اقرا الجمله كويس. مين من الاربع جمل دول مش حقيقي طبقا للمعلومات اللي قرناها في القطعه؟ طبعا هتطلع الاخيره اللي هي روبوتس هيلب بيبل ويز سليبنج بروبلم. يعني ايه يا جماعه روبوتس هيلب بيبل ويز سليبنج بروبلمز؟ يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الروبوت
الروبوت بيساعد الناس اللي عندهم مشكلات في النوم. الكلام ده غلط، لم تذكر هذه المعلومة في القطعة وهي معلومة مغلوطة اصلا، يبقى ديت المعلومة الوحيدة الغير صحيحة. لكن A و B، ها A و B و C ثلاث معلومات الاولين دولت ذكروا في القطعة او معلومات صحيحة. الاستبعاد مهم زي ما اتفق. طبعا باقي الاسئلة حضرتك مع نفسك تتفضل تحل. تعالوا بقى نحل مع بعض سؤال الترانزليشن. بسم الله نرى الجملة الاول translate into Arabic. السؤال رقم 25 Facebook is a social networking site with large audience. الله، يبقى هنقول ايه يا جماعة؟ Facebook تمام، هو تمام يا شطار. A social networking site يعني موقع تواصل اجتماعي، خلاص يا عم الحاج. With large audience يعني به العديد من مين؟ به العديد من الجمهور. وصلت ولا شطار؟ يبقى على بعضها او له العديد من الجمهور. يبقى تاني ان موقع فيسبوك او ان فيسبوك هو موقع تواصل اجتماعي له العديد من الجمهور او به العديد من الجمهور، او ممكن تقول كده ايه واسع الجمهور او عريض الجمهور، مفيش مشكلة. كلمة اودينس يعني ايه؟ اودينس بمعنى جمهور. نكمل تمام، يلا بينا. مين دلوقتي ما عندوش حساب على الفيسبوك؟ تمام. It has a large user base، وهو يمتلك او له. تمام، يعني ايه a large user base يا حبايبي؟ يعني قاعدة مستخدمين عريضة. فهو له او هو يمتلك قاعدة، كلمة بس يعني قاعدة، قاعدة مستخدمين عريضة. تمام، يعني في الكثير من المستخدمين. So it's suitable، لذلك فهو مناسب، لذلك فهو مناسب to use it لاستخدامه to promote any business، للارتقاء. promote بمعنى يرقي او يرتقي، للارتقاء باي عمل، للارتقاء باي عمل. يبقى promote بمعنى يرقي او يرتقي. طبعا كلمة suitable بمعنى مناسب، جي بعدها to هنا والفعل فين في المصدر. لكن لو لقينا اسم او verb ing جي بعدها for، suitable for زائد اسم او verb ing جي بتساوي suitable to زائد المصدر. تمام، يبقى على بعضها فيسبوك هو موقع تواصل اجتماعي تمام به العديد من الجمهور، او ذا ممكن نقول كده with ذا قاعدة عريضة من الجمهور. وصل الشطار؟ تمام، او ذا جمهور واسع. كل ده صح، يعني انا بقول لك كذا حاجه عشان في ناس بتبقى مترجماها بكذا طريقه. طالما تدي نفس المعنى خلاص اجابتك صح، لان هي الترجمه هي ترجمه معنى مش ترجمه حرفيه. يبقى يا جماعه ذا جمهور عريض او جمهور كبير. طيب نروح اللي بعده. فهو يمتلك تمام او له قاعده مستخدمين عريضه او كبيره او ضخمه، لذلك فهو مناسب تمام لاستخدامه للارتقاء بالاعمال او بالعمل. يلا بينا شطار. طبعا ممكن ايه هنا نقول ايه الارتقاء باي عمل. يلا بينا نروح لستة وعشرين عشان بش طولت على حضراتكم، ويلا بينا نمسك القلم مع بعض ونترجم. نقول بسم الله ونصلي على سيدنا النبي، قوله صلى الله عليه وسلم. يلا يا باشا، بيقول لي اذا لم نمتنع عن ازالة الغابات من اجل البناء او صناعة الورق فسوف نزيد مشكلاتنا البيئية، وعلينا ان نجد البدائل المناسبة لذلك. يلا عندك اي مشكلة في الترجمة حضرتك ادخل على صورتي، صورة القناة صورتي، اضغط وادخل على قوائم التشغيل هتلاقي استعرضها، هتلاقي قائمة مكتوب عليها مهارات سكيلز، ادخل عليها هتلاقي عليها فيديو مهم جدا ورهيب جدا في كل قواعد الترجمة وازاي تبقى محترف ترجمة. تمام، ياريت ما تفوتهوش في غاية الاهمية. ياريت حتى لو طويل قسمه على الايام واستفيد وطبق، والله هتبقى محترف ترجمة عملاق ترجمة فعلا. يلا بينا. يبقى نقول if we don't if we don't، طبعا دونت هتحط الايه الابوستروفي تمام بين الان والتي. if we don't stop from، يعني stop from stop from يعني ايه؟ الله ينور، نمتنع او نتوقف. ممكن احط فعل تاني اسمه الفعل refrain. الفعل مين يا شطار؟ refrain r e f r a i n برضو بمعنى يمتنع. يبقى if we don't stop stop from، stop from يعني نمتنع عن او نتوقف عن. يلا يا باشا عايزين ازالة الغابات، ده تعبير على بعض احفظه زي اسمك. اسمه ايه؟ دي واحدة واحدة اهو، فورست دي المقطع دي، وبعد كده فورست اللي هي غابة،
تمام يا باشا، وتحط بعد كده A T I O N تبقى على بعضها deforestation. يبقى if we do not stop from deforestation أو if we refrain from if we don't refrain from deforestation. هتقول يا مستر طب ممكن نستخدم unless، مفيش مشكلة حبيبي بس هتشيل النفي، فتقول unless we stop from deforestation. يبقى if زائد نفي بتساوي unless زائد إثبات، مفيش مشكلة عندنا. If we do not stop from deforestation أو unless we stop from deforestation، كمل معايا يلا يلا يا باشا. من أجل عارفين طبعا من أجل اللي هي for. طيب البناء إما تقول building وإما تقول construction، أنا أفضل construction. construction بمعنى إيه يا حبايبي؟ بمعنى البناء، برافو عليكم. يبقى deforestation for construction and بيبر، بيبر اللي هو مين؟ بيبر بيبر ميكينج وصناعة، بيبر ميكينج اللي هو صناعة مين؟ الورق، زي الفل احنا ماشيين كده زي الفل. We will increase our environmental، we حط كوما الأول عشان ايه نفصل كده، خلصنا فعل الشرط بتاع اف، نروح على جواب الشرط. We will increase يعني increase يا أولاد نزود، برافو عليكم increase، برافو عليكم الناس المصحصحة معايا. ها نكمل تحت، we will increase ها ايه بقى our environmental environmental ايه ها كمل معايا environmental what environmental problems اللي هي مشكلات. تمام التمام. And we must find and we must find must هو الفعل في المصدر، ما قولش must to، لا يا حبيبي. في فيديو كمان مهم جدا في السكيلز انا كاتب فيه اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها في الكتابة، خد بالك منهم. And we must find ايوه عايزين نقول بدائل مناسبة، نحن لسه قايلين من شوية كلمة مناسب اللي هو مين؟ suitable. تمام suitable بمعنى مناسب suitable. طيب بدائل اما replacements بدائل واما alternatives، يلا نكتبها مع بعض alternatives. يعني alternatives بمعنى بدائل، احفظ الكلمة الجميلة دي alternatives بتساوي كلمة replacements الاتنين بمعنى بدائل. طيب يبقى find suitable alternatives for that، ويجب ان نجد بدائل مناسبة لذلك، عايز اقول لذلك يبقى for that. تمام يعني بديل لإزالة الغابات، وننساش نحط في الاخر الفول ستوب. يبقى على بعضها تبقى ايه؟ يلا نقراها مع بعض يا شطار، بس سمعوني الصلاة على النبي، قولوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يلا هنقول اهو، يبقى if we do not stop from او if we do not refrain from deforestation، احفظ الكلمة الجميلة دي، قلنا deforestation بمعنى ايه؟ ازالة الغابات، ده تعبير على بعضه. for construction يعني للتعمير او البناء، and paper making صناعة الورق. we will increase سوف نزود من our environmental problems على بعضها بمعنى مشكلات بيئية. and we must find وانه يجب علينا ايجاد suitable يعني كلمة alternatives، قلنا suitable مناسب، suitable بمعنى مناسب، و alternatives بمعنى بدائل for that. for that الى هنا يكون انتهينا بفضل الله عز وجل من حل الامتحان السادس نهائي نهائي مراجعة نهائية من كتاب جيم الصف الثاني الثانوي الترم الثاني. وزي ما بطلب من حضراتكم دايما في اخر الفيديو، ياريت الناس تدعم القناة، ياريت يا حبايبي دي قناتكم مش هتكبر الا بيكم. انا بقول تاني اهو، ادعمنا بالاشتراك، ادعمنا بالاشتراك، الاشتراك لو حضرتك جديد تنورنا، انضم لاسرتنا. الاعجاب مهم جدا عشان الفيديو واصل لغيرك وناس تاني تشوفه. تمام التعليق مهم جدا يا شطار، شير على اوسع نطاق. حضراتكم مشتركين في مجموعات على الفيسبوك على تويتر،
حضراتكم في مجموعات عاملينها على الواتساب، عرف كل الناس وشير الفيديوهات بتاعت القناة وخلي الناس تستفيد عشان ان شاء الله تاخد اجر الدال على الخير كفاعله، وتشاركني في الاجر باذن الله تعالى. والى ان القاكم ان شاء الله مع حل الامتحان السابع اللي هو الهوم ورك بتاعكم ان شاء الله، حل الامتحان السابع والثامن كمان، القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.